ووالد الشهيد وأسرة الشهيد بنرحب جميعا بعطوفة المحافظ محافظة بيت لحم الأخ كامل حميد والإخوة المرافقين جميعا. نرحب بأخونا عميد الدكان إياس خير، وليس بجديد على عطوفة الأخ كامل حميد هذه الزيارات والتواصل الاجتماعي وهذا العمق الوطني والنضالي الذي نتعلم منه دائما ومن باقي إخواننا في كافة المواقع والمسؤوليات في سلطتنا الوطنية الفلسطينية. مرة أخرى نرحب بك أخي أبو فادي وأترك لك كلمة بسيطة. مساء الخير. نحن دائماً وأبداً ندعو الله بالرحمة للشهداء، يعني في هاي المناسبة المتجددة اللي نتذكر فيها كل شهدائنا، كل أسرانا، كل جرحانا. فيش بيت فلسطيني إلا دفع ضريبة من أجل هذا الوطن ومن أجل أيضاً التخلص من هذا الاحتلال. وكوة ضربة مثل الحقيقة، وشهيد قصي وكل شهداء كوة وكل شهداء بيت لحم عن كل المواقع في المخيمات القرى والمدن بكل انتماءاتهم السياسية وأيضا بكل دياناتهم من أجل الحصول على هذه الحرية. إحنا بنأكد مرة ثانية باسم قيادتنا وشعبنا وكل مواطنينا بأن احنا على عهد الشهداء مستمرون متواصلون حتى تحقيق الأهداف التي من أجلها ارتقى هؤلاء الشهداء. يمكن احنا جايين من الخليل وكان في أيضا يعني عزاء لأحد الشهداء والقادة الشاب يعني كفاح العواوي اللي صادف أيضا استشهاده وأيضا استشهاد القائد أبو إياد كل قادة فلسطين. لذلك احنا بنقول لكم وبنقول لأبناء شعبنا ولعائلتنا ولأهلنا رحم الله الشهداء، نعتز فيهم ونفتخر فيهم. هؤلاء أوسمة على رؤوسنا وصدورنا جميعا، هم على دربهم نحن نسير، وإن شاء الله هذه الدماء الزكية الطاهرة سوف توصلنا جميعا بسلام وأمان وكرامة إلى تحقيق أهدافنا بالحرية وإقامة الدولة وعصرها.